كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته الجلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Today's dua is about asking Allah Azza wa Jal for his assistance and help against things that destroy our good deeds, our personality, our character, and most importantly, our faith in Allah subhanahu wa ta'ala, our iman. We seek refuge in Allah from poverty, disbelief, immorality, disputes, hypocrisy, doing good deeds to get praise from others and showing off. Learn this dua and say it as much as possible. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء. O Allah, I seek refuge in you from poverty, disbelief, immorality, disputes, hypocrisy, doing good deeds to get praise from others, and showing off. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء. آمين يا رب العالمين. May Allah subhanahu wa ta'ala accept all of our good deeds and make it purely for His sake only, subhanahu wa ta'ala. Learn, practice, teach, share. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السماء.